يعني واقعا كل الذين تحدثوا عن رفضهم لهذا القانون، انا اكاد اجزم انه الاغلب الاعم لم يطلع على القانون، لم يتحدث بما راه بالقانون. يعني هنالك من يثير موضوعة زواج القاصرات، وأنا هسه أجيب لك القانون من ألف إلى ياء لم يتطرق إلى هذه الجزئية، إلى زواج القاصرات. فبالتالي يعني هنالك الوالد أو المسؤول عن القاصر، هل يجبر على زواج ابنته القاصرة إطلاقا؟ هذا الموضوع غير دقيق أصلا. يعني هسه إذا تتصفح القانون من ألف إلى ياء لم يتطرق إلى جزئية زواج القاصرات، بل هذا القانون هو لملمة للنسيج المجتمعي. هنالك أمور كثيرة كانت واضحة في التفكك الأسري الذي حصل في الأيام أو السنين السابقة. يعني في شهر واحد تجد أرقام مخيفة ومرعبة من حالات الطلاق. فبالتالي هذا الموضوع هو اللي لملمت هذه المشاكل، فضلا عن أن هذا القانون اليوم المتواجد تعال راجع من بدايته إلى نهايته، سوف تجد بأنه هو يعطي للمرأة أكثر ما يأخذ منها، ويعني هو غير مغاير للشريعة الإسلامية التي ترفع من قيمة المرأة. ويعني حتى نحن في المذهب الجعفري في المذهب الشيعي نرفع من قيمة المرأة، لا نحط من قيمة المرأة. فبالتالي يعني هذا الحديث عن أنه هذا الموضوع يحط من قيمة المرأة، هذا غير متواجد في أي من طيات هذا القانون.